العنوان بتاعنا declaring methods with multiple parameters، يعني في عندنا method هندزلها هنودلها اكثر من parameter. المين اهو بدأنا بتعريف الاسكانر كالعادة عشان نقرأ، وفوق طبعا في import لي، وقلنا له دخل 3 floating point values، فهنقراهم واحد number 1 number 2 number 3. بعد ما قريناهم وديناهم لميثود اسمها ماكسيمم، اهي الاسم ده نفس الاسم ده، النمبر 1 يروح للاكس، طبعا يروح لاي اسم هنا الواي الزي. نتوقف بقى ونروح نشوف ايه بالظبط اللي هيحصل هنا، وبغض النظر عن اللي حصل اللي هيريترن في الاخر هيريترن في الريزلت عشان نقول ماكسيمم از ونطبع الريزلت. طيب بفرض ان اليوزر دخل الثلاث قيم دول، جم هنا اكس واي زد، عرفنا ماكسيمم فاليو وافترضنا ان هو اكس اللي هو ده، هل الواي اكبر من الماكسيمم فاليو؟ هل ده اكبر من ده؟ لا. هل الزد اكبر من الماكسيمم فاليو؟ لا. يضل على القيمه دي وهي اللي هترد وهي اللي هتطبع هنا اللي هي الريزلت. طب لو كنا بعتنا تلات قيم زي دول 5.8 12 8 هنا، افترضنا ان الماكسيمم 5.8، هل الواي اكبر من الماكسيمم فاليو اللي هو 5.8؟ ايوه اكبر، يبقى الماكسيمم فاليو بيساوي الواي اللي هو ده. وبعدين هل الزد اكبر من الماكسيمم فاليو؟ لا، يضل على الواي هي اللي هترجع وفي الاخر هي اللي هتطبع. طبعا نفس الترتيب بقى نفس الطريقه، لو دخلنا الثلاث قيم دول افترضنا دي الماكسيمم، هل ده اكبر؟ لا. هل الزد اكبر من ده؟ اكبر، فهو يكون الماكسيمم ويرجع وهو اللي يطبع. ممكن انفذ البرنامج ده عشرات المرات مئات المرات ملايين المرات، وكل مرة ادي قيم شكل، طبعا مش هعمل اللوب بقى، مش هعمل الشغل ده تلات مرات ولا حاجة، لا انت نفذ البرنامج تلات اربع مرات زي ما انت عاوز، او حط لوب هنا في الحتة دي مثلا قبل السيستم فور من واحد لتلاتة، وخلي ده كله جوه اللوب واقفله يتنفذ تلات مرات، خليها عشر مرات زي ما انت عايز. يبقى فايدة الميثود مرة بعد مرة ان احنا بنفصل جزء من الكود نحطه في مكان، وبالتالي بنخلي البرنامج موردبل ايرور برون، يعني اقدر اكتشف خطأ بسرعة واقدر استخدمه اكثر من مرة واقسم العمل على المبرمجين.